على سوق فين تكلم مش كثير لا صوت عالي اصلا بس كان معنا تمام مرحبا انا بدي اتكلم عن مشروع ويكيبيديا طبعا بالبدايه كنت بس بدي اعرف بحالي بلمحه بسيطه يعني طبعا هي عباره عن مصطلحيات اللي كانت معي في ويكيبيديا على مدى السنين يعني بالبدايه لحد حاليا طبعا مع يعني اللون الاخضر هي موجوده حاليا اللون البرتقالي هي الصلاحيات اللي كانت وعوضتها صلاحيات ثانيه اللي هي باللون الازرق طبعا هذا من الكلام بدا من 2017 هي الصلاحيات انا موجود في ويكيبيديا من 2014 طبعا ممتدة طبعا بس قلت تاريخ 2021 كلمه يعني يكون موجود هي طبعا انا علاء فلسطين بدرس كليه الترجمه الاسكندريه في مصر يعني مقيم في مصر وفلسطين هون بالنسبه لمشروع ويكيطيب طبعا اللي بلقاه حاليا ما في مصعب بس من المشاركين معنا مشروع ويكيطيب فهلا راح ابدا اشرح عن النقاط اللي بنشتغل عليها هلا بدايه مشروع ويكيطيب هذا هو شعارنا اصلا يعني الشعار الرئيسي انه هنا يرتقي الويكيبيديين المهتمون بالمحتوى الطبي والصحي سواء كانوا اطباء او طلبه طب او هواة هنا نتعلم ونتناقش ونحدد المهام هذا المشروع الشعار الرئيسي لنا في مشروع ويكيبيديا طبعا في نقطة مهمة فيه انه مش شرط الشخص يكون طبيب او شخص يكون مختص في المجال الطبي لا ممكن يكون هذا الشخص او طالب في كلية الطب وبنفس الوقت ممكن يكون طبيب. هلا بداية المشروع، بداية مشروع ويكيطيب كانت اغسطس 2015 المستخدم اسامة خالد، اسامة خالد طبيب برضه، بدأ المشروع 2015 طبعا كان المشروع طبعا فيه 13 مساهم استمر المشروع لمدة سنة فقط، بعد سنة المشروع ضل خاوي المشروع يعني كانت عبارة عن مساهمات أفراد مش مساهمات ضمن مشروع ويكيطيب يعني مشروع بيجمع الأفراد اللي يتعاون ضمنه لحد يوم 2017 تعاون مع الزميل شبيب طبعا الزميل شبيب من السعودية كانت الفكرة مساعدته إنه نعاود يعني نعيد هيكلة مشروع ويكيطيب بالكامل في ويكيبيديا العربية سواء من ناحية تفاعل المستخدمين معه أو من ناحية كيف جلب المستخدمين إنهم يتفاعلوا مع المشروع ضمن المشروع نفسه. طبعا شو المقصود بالمشروع ممكن البعض؟ طبعا ممكن تكون مساهمات فردية من أفراد كتاب الطب وكانت مستمرة على مدى السنوات، بس مشروع ويكيطيب بيجمع للتنسيق يعني مثلا في حال حصل وباء مثلا في دولة معينة وإحنا مهتمين بالكتابة عن مقالة هذا الوباء بس المقالة ضخمة نوعا ما إنه شخص يكتبها فترة، ممكن يتم تقسيمها بين أفراد ضمن مشروع ويكيطيب مما بسرنا من العملية أو عمليات تطوير المحتوى سواء المحتوى المختار أو المميز في ويكيبيديا العربية الجيد أو المختار بيتم تعاون بين الأفراد من خلال مشروع ويكيطيب وبعض النشاطات الثانية هلا أنا راح أتكلم لحد ما وصلنا بأكتوبر 2019 يعني اللي هو الشهر هذا هلا حاليا بأكتوبر 2019 في عندنا أكثر من 50 مساهم بمشروع ويكيطيب طبعا فرق يعني في البداية كان 13 مساهم مستمر لمدة سنة من يونيو 2017 لحد اليوم المشروع مستمر بشكل كامل في 50 مساهم، ال 50 مساهم من ضمنهم 39 مساهم من نفس المجال يعني من نفس المجال الطبي طب بشري او طب اسنان او صيدلي، يعني الشخص قادر على فهم المصطلحات الطبية والتعامل معها، في 11 شخص معنا مساهمين في مجالات مختلفة بمعنى تخصصاتهم الحياتية بعيدة عن الطب بس هم هواة كتابة الطب، منهم زميلي ميرفت سلمان، زميلي ميرفت مهندس هي على أرض الواقع، بس قادر على كتابة مقالات طبية كأنه يعني بما يوازي طبيب في كتابة المقالات الطبية، قادر على فهم المحتوى الطبي. مشروع ويكيطيب حسب آخر إحصائية اللي كانت بشهر سبتمبر، يعني المعدل بيتم إنشاء 150 مقالة شهرية عندنا مشروع ويكيطيب. طبعًا لما نتكلم عن المقالات اللي بيتم إنشائها شهريًا ما بنتكلمش عن مقالات طبيه شرط، امور متعلقه بالطب، ممكن تكون مقالات اشخاص، مقالات اطباء، ممكن تكون مقالات عن مستشفيات بتتكلم، ممكن مقالات عن امراض بنفس الوقت، بس هو بالعموم كان 150 مقاله شهريه. بالنسبه لنا برضه مشروع ويكيطيب هذا ملخص المقالات اللي وصلنا لها حاليا. طبعا لما نتكلم عن الصفحات ضمن مشروع ويكيطيب مش المقالات، الصفحات عموما سواء تصنيفات، بوابات وما الى ذلك، فعلا 36,000 صفحه تندرج تحت مشروع ويكيطيب. لما نتكلم عن المقالات، طبعا هذه المقالات تقريبا 16,000 ممكن تحكي 16,000 مقاله فقط، يعني هم المتواجدين كمقالات طبيه طبيه. بالنسبه يعني هو الجدول بيوضع عده امور، طبعا يعني هون التصنيفات هي تصنيف الصفحات عموما يعني، بس احنا خلينا على موضوع المقالات اللي هو الجدول هون.
هلا المقالات المختارة مشروع ويكيبيديا، المقالات المختارة ويكيبيديا عموما يعني هي المقالات المكتوبة بطريقة مش ممكن احترافية، بطريقة شاملة يعني شاملة على جميع المعلومات كافية وافية ومعطية ملخصات وبنفس الوقت مكتوبة بطريقة صحيحة ومصادر صحيحة طبعا. في عندنا مقالات طبية 32 مقالة طبية مكتوبة بهذا الأسلوب طبعا. بالنسبة للمقالات اللي هي مرتبة ألف يعني هي المقالات اللي بتيجي أسفل المقالات المختارة، ميم جيم اللي هي المقالات الجيدة، في عندنا 47 مقالة، المقالات الجيدة هي مقالات نفس الشيء شاملة ومكتوبة بشكل كامل ومصادر موثوقة بس لم ترقى سواء ممكن في حجم الموضوع أو الزخم الموجود على الموضوع إن تكون مقالة مختارة. وفي أنواع ثانية من المقالات طبعاً بنلاحظ إن أكثر الشيء البذور حوالي 10,000 مقالة يعني هي ماخذة قصة الأسد بالمقالات الطبية لو تكلمنا عن 16,000 مقالة. مقالات البذور الطبية طبعاً المقالات الطبية صراحة من المقالات صعبة الكتابة يعني خصوصاً باللغة العربية ومن المشاكل اللي بتواجهنا يعني خصوصاً التسميات يعني لما نتحدث عن تسميات الأمراض يعني المعاجم الطبية يعني لو تكلمنا آخر المعاجم الطبية اللي بترجم في المجتمع الطبي هم كانوا أشخاص متخصصين يعني أصحاب اللغويات والإسلاميات توقفوا من سنة 2015 بالكامل يعني كان آخر قاموس طبي صدر بشكل رسمي بيحتوي كقاموس طبي يعني قاموس طبي اللي هو كان حتي آخر قاموس حتي صدر كان سنة 2015 آخر نسخة. من سنة 2015 لحد الآن مشروع القاموس الطبي هي عبارة عن اجتهادات من الأفراد. طبعاً هي سببت مشكلة كبيرة لأنه حالياً يعني 2015 وما قبل كانت دنيا وحالياً الطب من 2015 وما بعد أمور تانية، ظهرت أمراض جديدة، تسميات جديدة، في أمراض كانت أسمائها خاطئة أو يعني خاطئة نسبياً تم تغييرها لأسماء أوضح بالنسبة للمجتمع الطبي. التسميات هاي ظلت مجهولة بالنسبة لنا بمشروع ويكيبيديا، عبارة عن نقاشات بتصير بين الأفراد، اجتهادات، آراء وتجميع آراء بين الأشخاص لحد ما يوصل للعنوان الصحيح أو المستهدف. طبعاً لهيك وصلنا لنقطة البذور. بالنسبة للبذور المقالات الطبية معظم الأفراد بتفضل عدم كتابة المقالات الطبية بالكامل، خصوصاً باللغة العربية لسبب وحيد. السبب إنه المعروف إنه الطب في العالم حالياً أغلبه باللغة الإنجليزية ودرس يعني أو حتى المراجع الطبية الأساسية كلها باللغة الإنجليزية. القارئ العربي لما يتوجه للمقالة الطبية باللغة العربية ما بيكونش غالباً يعني مش شخص بيبحث عن الفسيولوجيا مثلا او التركيب الوظيفي للمرض، يعني مش شخص اللي بحث عن المعلومات الاختصاصيه في المرض، لهيك معظم الاشخاص بتفضل فقط ترجمه المقدمه، يعني المرض واعراض المرض، كم يستمر مده المرض، لما نتجاوز من اربع اسطر او العلاج اللي بيهم القارئ العربي، طبعا بيتفاوت بين الافراد بس هذا صار التوجه حاليا في مشروع ويكيطب اغلب الافراد. هلا هون لانه ما عرفتش اجيب هالصفحه بس كنت بدي اوضح من 2017 لحد اليوم هيك تفتح المقالات شو التغيرات اللي طرأت على المقالات الطبيه. هذا مثال على مقاله طبيه، مقاله طبيه موصوله بوزن جيده طبعا زي ما انتم شايفين، هي فرفريه انوفيشن لاين اللي هو انوفيشن لاين بيربر. طبعا من احد اهم الانجازات اللي كان بالنسبه لنا يعني السنه هاي او السنه الماضيه في مشروع ويكيطب بالنسبه للمقالات الطبيه في الكتابه العربيه موضوع اللي هو قالب المعلومات. قوالب المعلومات على مستوى طبعا احنا حاليا رائدين حتى اكثر من ويكيبيديا الانجليزيه في النقطه هاي. معظم المجتمعات بتعاني من مشكله القوالب الطبيه انه في نوعين من القوالب، يعني عندهم قالب بيحب بيعرض الصوره فقط وبعض الروابط الخارجيه المتعلقه بتصنيف الامراض العالمي International Classification of Diseases وما الى ذلك. ويكيبيديا الإنجليزية تصدر القالب اللي هو بيحتوي على ملخص للمقالة من ناحية أعراض المرض، أنواع وما إلى ذلك من الأمور أو التسميات الأخرى، بس لحد الآن في عندهم ازدواجية إنه بيتم استعمال مقالات هذا القالب ومقالات القالب الثاني. إحنا في ويكيبيديا العربية اشتغلنا مدة تقريباً 3-4 شهور كنا بنقاش مشترك مع المجتمع، لحد ما خرجنا قالب موحد لجميع المقالات الطبية، وبنفس الوقت القالب كان اللي هي برضه الفكرة الريادية ودمجناه مع ويكيبيانات بحيث المعلومات مثلا حتى الأعراض يجلبها، يعني هاي الأعراض لو فتحنا المقالة دي مش مكتوبة في المقالة، هو جلبها من قاعدة البيانات شو أعراض المرض. طبعا هي القالب مثلا هذا المثال بالكامل أعراض مآل المرض حالات مشابهة إلى انتشار المرض وسمي باسم على اسم مين تم تسميته. هلا النقطة الثانية اللي كانت بالنسبة لنا السنة طبعا هي نقطة
النقطه هاي بدايه اول شيء اخلاء المسؤوليه الطبيه، هاي نقطه يعني برضه احنا في ويكيبيديا العربيه ويكيبيديا الانجليزيه كانت بدايه في ويكيبيديا الانجليزيه بالرغم في بعض الاعتراضات عليها او بعض الملاحظات عليها، انه بالنهايه انه موقع ويكيبيديا بيعرض عموما ما يسمى باخلاء المسؤوليه في اسفل الموقع، ممكن اي شخص يدخل عليه ولو دخلنا عليه راح تلاقي في صفحه كامله اسمها اخلاء مسؤوليه طبيه بتوضح بالكامل انه ويكيبيديا ليست مسؤوله عن المعلومات الطبيه المكتوبه، ممكن ان تكون مكتوبه بصوت اطباء هو طالب الطب وما الى ذلك، وبالطبيبك هو الحل، ويكيبيديا ليست الحل، العلاج في ويكيبيديا ليس شرط انه يكون هو علاج المرض، بس المجتمع العربي قرر اضافه قالب اخلاء مسؤوليه طبيه للمقالات الطبيه، بيتضمن هذه المعلومات طبعا انه لا تغني عن الاستعانه بطبيب او مختص. في حاليا نقاشات انه القالب يكون موجود باسفل المقاله او باعلى المقاله عشان نضمن بالنهايه انه لانه للاسف يعني الاحصائيات الاخيره بتحكي انه صارت في ناس تدمن ويكيبيديا بالعلاج. وهذا اللي سبب يعني خصوصا في ويكيبيديا الانجليزيه سبب تخوف انه يعني الموضوع مخيف، يعني لو تكتب مقاله طبيه الموضوع مش مزح انه يجي شخص يخرب وما الى ذلك يضيف اشعار ممكن يعني يؤدي للوفاه وحالات يعني صعبه. النقطه الثانيه كانت عندنا برضه اللي هي الرياديه، نقطه اللي هو قالب المصادر الطبيه الخارجيه. طبعا حاليا برضه فشلنا احنا ويكيبيديا الانجليزيه بانتباهي النقطه الحالي انه دمجنا كل المعرفات الخارجيه سواء تصنيف الامراض العالمي انترناشونال كلاسيفيكيشن ديزيز 9 10 المش اي دي كل الايقاعات بيانات الامراض طبعا الديستولوجي كل المعرفات الخارجيه ممكن من مصادر يعني موثوقه وعالميه خارجيه دمجناها بقالب واحد موجود باسفل المقاله. الفكره هاي بس موجوده في ويكيبيديا الانجليزيه وفي ويكيبيديا العربيه حاليا. ويكيبيديا العربيه المميز في القالب عندنا انه هاي التصنيفات البيانات مش شرط تكون كلها مدرجه في المقاله، بعض هذه برضه بيجيبها من قاعده البيانات وبيظهرها على حسب المتوفر. مشروع ويكيطب برضه من الامور اللي وضعناها لما تم عملنا على تسجيل المشروع اللي شو المهام اللي ممكن الافراد ضمن مشروع ويكيطب، يعني الموضوع ليس فقط مقتصر على كتابه المقالات، ممكن مراجعه التعديلات المعلقه في المقالات، مراجعه المقالات، تقييم المقالات، رفع صور جديده على كومنز، ممكن فقط يعني على الاقل دعوه المستخدمين للمشاركه معنا، فالمهام متنوعه كانت في مشروع ويكيطب، يعني هذا اللي حفز افراد من خارج الاختصاص الطبي انهم يشاركوا معنا في المشروع. هلا مشروعات، طبعا هي اخر المشروعات اللي بدأنا فيها، كنت انا طبعا هم اللي كاتب افتحهم ونشوف، هلا المشروعات اللي عملناها السنه الماضيه مشروع ويكيطب كتجارب كانت، يعني انه نجرب كيف بدنا نحاول نجذب الاشخاص المساهمين معنا 9 مثلا 50 شخص في مشروع ويكيطب نخليهم ينخرطوا معنا بطريقه تكون انه تشاركيه بيننا. كان في مشروع توزيع الاسبوع، مشروع توزيع الاسبوع اتفقنا على الافراد المهتمين كان تقريبا في معنا 20 شخص مهتم على ارسال 6 مقالات طبيه اسبوعيا موجوده في ويكيبيديا الانجليزيه وغير موجوده في ويكيبيديا العربيه للافراد تحت نقاشهم تكون زي مهمه اسبوعيه للافراد. طبعا كان الفكره الثانيه اللي هي نفس مشروع التوزيع الاسبوعي كان اللي هي مشكله تواجه المستخدمين موضوع تصنيفات المقالات، فكنا برضه لما بيتم ارسال روابط المقالات واسمها باللغه الانجليزيه يتم ارفاق جنبها جميع التسميات العربيه المتاحه، يعني الشخص ممكن يختار التسميه اللي المتاحه بالنسبه له وبنفس الوقت بيعمل الكلمات الثانيه تحويلات للمقالات. طبعا المشروع كان ناجح نوعا ما بس كان بيشكل نوعا ما نوع من الضغط على الشخص، يعني البعض كان يحكي انا بكتب مقالات طبيه تمام بس ما بحبش التزم، يعني تعطيني 6 واعتبرها زي مهمه اني بدي اخلصها خلال اسبوع. في ناس طبعا لا يعني كان يخلص الستة وبده يبعث لك يعني باول يوم يبعث لك بدي كمان، يعني في من الاشخاص كان بيصل ل 20 مقاله بالاسبوع، طبعا احنا كنا المقالات بنحاول ننوع يعني ما نضغطش الشخص المقاله بالحجم الكبير، لا يعني كانت المقالات بيتم ارسالها 6 مقالات، 3 أو 4 منهم بتكون عباره عن مقالات 5 6 اسطر باللغه الانجليزيه، مقاله تكون نوعا ما يعني دسمه نوعا ما بالمعلومات الموجوده فيها وغنيه، ومقاله تكون متوسطه الحجم على اساس انه الشخص يعني ما يعتبرش انه كلها مقالات كبيره وتعب عليه كتابتها. المشروع الثاني كان مشروع كتاب جريز اناتومي، كتاب جريز اناتومي هو طبعا يعتبر من المراجع الضخمه جدا في موضوع التشريع. مقالات التشريح او مقالات ويكيبيديا الطبيه عموما مبنيه على يعني لا تخلو مقاله طبيه من مصطلح تشريحي او مصطلح تشريحي، لا توجد مقاله طبيه تخلو من مصطلح تشريحي. اصطدمنا بواقع بدايه لما عدنا لما بدانا مشروع كتاب جريز اناتومي. انه في ويكيبيديا الانجليزيه متوفر 2200 مقاله، طبعا الكتاب جريز اناتومي هو ليش اسمه المشروع بالضبط هيك؟ الكتاب جريز اناتومي
النسخه الاولى منه انتهى حقوق نشرها. بعدين رفع كل الصور اللي فيها على الكومنز والنصوص اللي فيها برضه صارت نشاع الداعي يعني. فتم انشاء مقالات كامله 1200 مقاله في ويكيبيديا الانجليزيه نصوصها ماخوذه من كتاب جريز اناتومي بالكامل. فهون انصدمنا انه جينا على ويكيبيديا العربيه لقينا من 1200 مقاله الموجوده عندنا فقط حوالي 600 او 500 مقاله فقط، وحتى 600 او 500 مقاله جودتهم مش بالجوده انها تكون كمقالات تشريحيه. هذا الشيء سبب لنا انه صدمه، يعني لو شخص بده يكتب مقاله تشريحيه عن موضوع تشريح اختصاصي باللغه العربيه راح يلاقي انه اصلا المواضيع التشريحيه العامه مش موجوده على ويكيبيديا العربيه. يعني من الامور اللي انا وجهت لها الشباب الفتره انه صدمت انه مقاله يعني بالصدفه كانت مقاله انه العصب الفرجي اللي هو البدين دالنير. طبعا هذا من الاعصاب المهمه في الجسم. الصدمه انه في ويكيبيديا الانجليزيه المقال من المقالات اللي موصوله بوسم جيده يعني، وفي العربيه فيش اصلا عنه الموضوع بتاتا يعني فيش بدري نهائيا. فاشتغلنا في المشروع عباره عن تجميع بين الاشخاص، تم تجميع المقالات، رح افتح هاي تم تقسيم المقالات على حسب احجامها، وعشان بنفس الوقت طبعا كان مشاركين عندنا عددهم، تم تقسيم المقالات بالشكل الحالي يعني المقالات الغير موجوده، المقالات اللي يعني على الحجم، عشان برضه انه الشخص في اشخاص بحب يكتب مقالات صغيره، في شخص بحب يكتب مقالات كبيره، فانه يتيح للشخص يعني انه هو يختار الحجم اللي بده اياه. طبعا وكان كل شخص يخلص يعني مثلا هي مقاله، كانت المقالات كلها اسمائها موجوده باللغه الانجليزيه بالشكل الحالي، كل شخص بيخلص مقاله محدده طبعا بيترجم اسمها للغه العربيه المقاله العربيه وبيحط تم بوسط فلان فلان هو اللي كتبها. طبعا الى انه الناس اغلبها توجه للمقالات الحجم صغير طبعا يعني بشكل كامل. المقالات مثلا اللي هي 6000 بايت زي ما انتم شايفين يعني المقالات اللي حجمها يعتبر ضخم نوعا ما تم ترجمه عده مقالات فقط منها. المشروع لاقى ترحيب في الاول بس كالعاده يعني الناس ما بتحبش الالتزام يعني انا ما تلزمنيش المشروع بوقت محدد يعني لا خليه مفتوح بالنسبه لي. فحاليا المشروع مفتوح اصلا ولحد الان في ناس بوقت فراغها يعني كل كم يوم فتره تدخل تكتب مقاله وبتغير. استطعنا خلال المشروع هذا يعني اللي هو استمر تقريبا مده شهرين كنا مشغولين فيه بشكل كامل كتابه حوالي 400 مقاله، رفعنا نسبتنا من 600 مقاله في الكبيره العربيه الطبيه صرنا 1000 مقاله، بتبقى علينا حوالي 300 او 400 مقاله باللغه الانجليزيه، بس بنفس الوقت الوتيره بتزيد في اللغه الانجليزيه، يعني المقالات اللي بيتم كتابتها بالمشروع جريز اناتومي بتزيد يعني بالنسبه لنا، فبنحاول يعني نجريهم بالموضوع هذا. اخر شيء مشروع الاحصاء، مشروع الاحصاء كان طبعا ويكيبيديا الانجليزيه هي او دكتور جيمس يعني ممكن يكون هو اخذ الرياده بالمشروع هذا. كان على مستوى جميع مشاريع ويكيبيديا وجميع مشاريع الطب بيعمل احصائيه عالميه من المستخدمين اللي بيكتبوا في المقالات الطبيه على مستوى ويكيبيديا كلها يعني. وكان بيرتبهم على مستوى وبيبعت اوسمه يعني زي شكر للاشخاص انه انت فلان شكرا لك ساهمت معنا في رفع المحتوى الطبي على ويكيبيديا عموما. الفكره هي هو بدا فيها من فتره بس انا لاحظت انه الشكر اللي بيبعته بيحفز المستخدمين يعني المستخدم لما يجي انه شكرا لك وبشكل نوعا ما في نوع من الرسميه مثلا خصوصا لما يكون من المشروع المستخدم بيتحفز للفكره هاي. فحكينا نجربها بالويكيبيديا العربيه عملنا مشروع احصاءات في الويكيبيديا العربيه عندنا. طبعا المشروع كان يعني صراحه هو موجود له اللينك برضه عملناه سنه 2017 برضه بمساعده الزميل شريف والزميل سمور من فلسطين زي سمور والزميل شريف محمد كان من السعوديه. الاكواد طبعا عملناها متاحه بشكل متاح يعني انه بالمشاعر الداعيه الاكواد اصلا بنستخرج عن طريقها الاحصاءات. استخرجنا احصائيه 2017 تعال هي كمثال يعني احصائيه 2017 يعني استخرجنا شغلتين. اول شيء اكثر المستخدمين انشاء المقالات الطبيه وبنفس الوقت اكثر المستخدمين بالتعديلات. انشاء المقالات الطبيه طبعا عملنا جدول بالكامل للمستخدمين اللي في الويكيبيديا الطبيه، بعدين عملنا بالنسبه لعدد التعديلات برضه اللي بعد 2017، وبنفس الوقت عملنا على طبعا ارسال اوسمه لجميع هذول المستخدمين اللي شاركوا في المشروع. طبعا صراحه يعني المستخدمين تحفزوا لسبب وحيد، اغلب هذول المستخدمين لم يكن قادر انه يحصل على وسام من دكتور جيمس مثلا لما تتم الاحصائيه العالميه بيكون الشخص مثلا اللي كتب 84 مقاله مثلا او تقريبا 200 تعديل في المواضيع الطبيه لم يظهر اصلا في قائمه المستخدمين العالميين اللي بيكون واصل ل 40 و 50 الف تعديل عالمي للمقالات الطبيه على مستوى السنه.
فلقيت ان المستخدمين اتفاعل مع المشروع كانوا سعيدين لدرجه انه في شيء نشر على الفيسبوك انه على حساب الشمس انه حصلت على الوسام اني كتبت في المقالات الطبيه، وفي بعض الاشخاص يعني كانوا يحطوا يعني من طرف الطب بالسي في كانوا يضيفوا انه كان احد ابرز المستخدمين اللي كاتبين في المقالات الطبيه في تويتر العربيه سنه 2017، وكان بيحط رابط ارشيفي للاحصائيه طبعا المستخرجه. النقطة الثانية أو قبل الأخيرة اللي بدي أحكي عنها طبعا عن تطبيق أندرويد للمحتوى الطبي على ويكيبيديا. طبعا المشروع بدأ دكتور جيمس مصعب بالبداية صاغ الفكرة ورتب الأمور، بعدين تم ترجمة الواجهة الخاصة بتطبيق ويكيبيديا الطبية بلا إنترنت. طبعا ويكيبيديا الطبية بلا إنترنت للغة العربية كانت ثاني لغة بعد الإنجليزية بيتم تجربتها، يعني المهم كانت كيويكس طبعا تم إنتاجها عن طريق كيويكس ميم، انه كيويكس بدها تحاول تشوف شو رده فعل المجتمع العربي انه يوفر لكم انه كل المقالات الطبيه على ويكيبيديا العربيه ممكن تنزلها انت وتكون متاحه لك بشكل مجاني. طبعا التطبيق لاقى ترحيب بالنسبه لكيويكس، حتى طريق كيويكس كان مصدوم نوعا ما من التفاعل من المجتمع العربي، يعني في حوالي شايفين حوالي 3000، يعني المشروع صار تقريبا سنه ونص، في حوالي 3139 شخص عاملوا وتفاعلوا مع التطبيق. التقييمات الإيجابية يعني حتى التعليقات أنا ما حطيتش أمثلة عليها، بس التعليقات كانت كثير تعليقات مرحبة وإنه شكرا لكم من هذا الكلام بالنسبة للمحتوى الطبي. طبعا التطبيق برضه يعتبر إحنا سبقنا ويكيبيديا الإنجليزية تحديثه، لأنه إحنا تحديثه بيكون أبسط من ويكيبيديا الإنجليزية بالنسبة للحجم. طبعا تحدث التطبيق قبل سنة تقريبا، والمفروض الأيام الجاية على حسب شمالات إيمانويل راح يتم تحديث النسخة الجديدة من تطبيق ويكيبيديا الطبية بلا إنترنت. طبعا خلص انا بقول لك في عدد تحميلات على وصل عدد تحميلات كثيره اتوقع فوق 500000. هو متجر متجر جوجل بلاي بيعرض زائد يعني، بس هو بيكون اقل يعني، بس هو بيحط زائد يعني، هم حاطين زائد 50000 على متجر جوجل بلاي بالنسبه طبعا لتطبيق هو متوفر على اندرويد لسه على الاي او اس لسه، يعني الموضوع بالنسبه لكيوكس عموما توفير تطبيقاتهم على الاي او اس لسه بيواجهوا معوقات فيه. طبعا بس هي النقطة اللي كنت بدي احكي عنها بالمشروع. انا بصراحة بضيف شغلة واحدة للمشروع، في مشروع بالتأكيد مش يعني اكيد مش لشيء معين، هو مشروع قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية. هاي القائمة كان يعني عندنا في ويكيبيديا العربية عدد قليل جدا من المقالات، يعني من أصل 1200 مقال ممكن كان عندنا 300 مقال. فاشتغلنا احنا والدكتور جيمس هيلمان بشكل اساسي بطلبة برنامج التعليم في الجامعة الهاشمية، وزعنا هاي المقالات عليهم، فالحمد لله يعني تقريبا من 5 شهور انهينا القائمة كاملة. حاليا القائمة موجود يعني كل عشان اعرفك بالقائمة، قائمة منظمة الصحة العالمية الأساسية هي أهم أدوية وأكثر استخداما في المجال الصحي، فالآن الحمد لله كل المقالات موجودة باللغة العربية. وبرضه علاء مشكورا كمان اشتغل على تطوير المقال القائمة نفسها كمقالة مختارة أو جيدة مختارة. كقائمة مختارة. فصار عندنا هاي واحد من المشروعات أو الكبرى اللي نعتبرها اللي اشتغلنا عليها في مشروع الكبرى. طبعا هذا ناهيك عن المحتوى المختار، حكى عنه على في كثير محتوى مختار معنا بالفيلم. ايوه المقاله كتبتها ممكن سنه 2017 القائمه كانت بدايتها. طبعا طبعا المقاله زي ما انتم شايفين يعني هي طبعا بتواجه صعوبات، لانه شايف المقاله يعني هي مقاله طويله كلها اسماء ادويه. طبعا هاي المقاله كلها باللون الاحمر تقريبا في البدايه، كانت بنات غير موجوده في كبير العالم في البدايه لما كتبت القائمه كلها، يعني كل هاي هي الادويه الاساسيه بالنسبه لمنظمه الصحه العالميه. نعم سنه طويله طويله، هي يعني اكثر الادويه استخداما بالنطاق الصحي، يعني بمعنى اخر ما فيش مستشفى بيشرب منها المفروض الا في الاماكن اللي نايم فيها او اللي خدمات صحيه. بس طيب خلص في اي اسئله؟ السؤال بتاعي غير المقالات المالتي ميديا الصور الاشعه معنى يتم رفع اشعه على ويكيبيديا ولا صور الاشعه على في مثلا جيمس هيلمان انا اشتغلت معه في كندا،
هو مرضى بعض مرضى يعني اللي بتكون عندهم حالات نادرة بيخصوا الأشعة بس بيشيل البيانات الخصوصية الخاصة بالمريض وبيرفعها. برضه في مقالة على لو بتفتح عليها هي أكيلس تندر رابتشر، هاي اللي هي اللي هو القطع وتر أخير. هاي الفيديو بظهر فيه انا والدكتور اللي طبعا ما بنشوفش ما بنشوف وجوهنا نعمل فحص على المريض كيف انه تثبت انه هذا يعني الوتر عنده مقطوع وهذا الوتر عنده مش مقطوع. عرفت علي؟ هذا مثال. هي يعني بالنسبه للاشعه انا بحاول صراحه في المستشفى لما بداوم هلا بفرجيك مثال على صور بس انه صراحه يعني ما برفعهاش تخوفا لانه في بيانات خصوصي اشخاص فيها يعني انا كانت تون طبعا هاي حال كانت حال الافتاء في المستشفى عندنا كان انه صغير طبعا في العمر كان في عندها رجل اطول من الرجل طبعا كانت جاي تقريبا عمرها 6 سنين تقريبا فالصوره لفتت النظر طبعا انا صورت وشلت اسم البنت يعني كان بس معلومه تاريخ موجود يعني طبعا رفعت بعد على كومنز وما الى ذلك موضوع الصور زي ما هي المصاب يعني مشكله صور الاشعه اكثر من حدا يعني اكثر من حدا رسمني مثلا ساره نبيه من مصر رسلتني صوره ام ار اي اللي هي رنين مغناطيسي لشخص بس كان مشكله صوره الرنين المغناطيسي انه الصوره بتكون عباره عن عده صور واسماء الشخص ومنها كل صوره كل صوره كل صوره صعب جدا فلما فلما قالت لي يعني ممكن تساعدني انه نحذف نمسح اسم الشخص لانه هو اسم الشخص كل عالم هي النقطه هذا بالنسبه لنا النقطه الثانيه اللي يعني انا وباسل بنشتغل عليها في الموسوعه في علامه بس بدي احكي لك على كانت بشغله اللي كنت الفيديو هذا اللي عملته مع زين حساسيه البيض هي نقطه قصيره هي برضه مالتي ميديا عنا يعني مقالات الميديا الطبيه بعض الاخص عمل فيديوهات بسيطه هلا بس على اليوتيوب من الشيء اللي اشتغلنا عليه اللي هو طبعا من الامور اللي بالنسبه لنا برضه رائدين يعني رائدين في اللي هي ورشه الصور يعني على مستوى المشاريع كلها ورشه الصور هي عموما في ويكيبيديا لترجمه الصور عموما يعني بس طبعا اكثر الطلبات انها بتكون عباره عن ترجمه مقالات طبيه عن صور طبيه يعني لو جربنا نفتح على صفحه الطلبات الحاليه اللي موجوده عندنا لا تخلو يعني لا تخلو من هي المبين من التسميه يعني اي مثلا في مقالات حكينا في مقالات الصحه وهي الصور عباره عن صور احصائيه صور صور تشريحيه وما الى ذلك طبعا انا من زميل باسم طبعا بالبدايه كنا من احنا يعني من باب ناس تعرف تدور على المصطلحات الطبيه احنا نشتغل ونجيب الترجمات ونحطها بس بعدين لقينا انه المستخدمين صار في نوع من الاستهتار يعني صار كل شخص بيشوف صوره طبيه عشان يبين انه بيقدم طلبات يرمي الطلب فصار انه يرد علينا يعني احنا عباره عن 3-4 اشخاص فحتى لدرجه هذا النقاش اللي موجود يعني حصل هذه الفتره انه شخص قدم الطلب شخص ثاني قال له شخص ما بيعرفش محتوى الطب ولا بده يبحث بس بده يترجم الصوره يعني بده مصطلحات طلب منه يعطيه ترجمه المصطلحات يعني هل يمكن اقتراح ترجمه للشخص اللي قدم الطلب فالشخص اعطاه ترجمات ترجمات لو اعطاه الشخص خطا يعني خطا خطا يعني من وراء يعني بشكل كامل يعني مثلا بيوبو بروستاتيك ليجامنت يعني كيف خلاها رباط عظمي نهائيا يعني بيوبو شيء وبروستيك شيء يعني ليجامنت فانا المشكله الشخص انه عرب الصوره يعني عرفها على التسميات الخطا هذه ورفعها هذا صحيح فانا بالصدفه دخلت فانتبهت انه شو قصه هذا الرباط فحطيت له يعني تعليق اللي هون من وين جبت التسميه هذه يعني الترجمه خاطئه الاسم وشرحت له شو الكلام هذا وطلبت من زميل باسم صححها لانه في عندي اشكاليه مع الصور اللي هي السي دي جي اصلا هي في ترجمتها فصححناها فاحنا حاليا ترجمنا حوالي ما يقارب 600 صوره طبيه ترجمناها حاولنا التراسل مره مع مجله كويتيه كانت مهتمه بنشر الصور الطبية وما إلى ذلك بس لحد الآن ما ردوش طبعا هو التعليم يعني جريس أنت بيترجم على حتى الصور اللي تترجم بس عندي شوية مختلفة في علمك الجامعة مش في دكتور درويش بدراعة عندي نسخة بس الفكرة اللي هو صعب قال عنها كمان هاي فكرة كثير يعني حساسية البيض ميديا حساسية البيض بدك تشوف على قناة لا شوف على قناة كبيرة هلا ويكيبيديا رسمها قناة من هيك كانت من الافكار اللي اشتغلت عليها مره وبعدين تعبت يعني يعني حسيت بغلب يعني اي فيديو قصير بينفع على السوشيال ميديا يعني كل هذا الحاجات اللي كانت هدفها انه نشرها
على الانستغرام بدايه يعني خصوصا الانستغرام يوفر بس يعني بس بعدين وقفت يعني عملت حوالي 10 فيديوهات بعدين قلت انه ضلت يعني اي نعم في تفاعل بس انه صعب يعني مش سهل عشان حركات الدخول والخروج مظبوط هذه مشكله على في الميديا العربيه بشكل عام احنا عندنا مشكله في الوساطه المتعدده يعني انا في عندي طلاب عملوا مقالات صوتيه لويكيبيديا لكن عملوها على شكل مقاطع يعني منفصله فما ما عرفناش الخبره التقنيه ما حكولكش انه مستحيل اكيد ممكن بس ما عرفناش هذا بيعرف كيف يدمجهم مع بعض فظلت حاليا في عندي مجموعه مقالات بعدها مش مرفوعه بقيت برضه موضوع تحويل مقالات ويكيبيديا بشكل عام مش بس العربيه لمقالات فيديويه يعني مقالات فيديو ما عندناش للاسف القدره خلينا نحكي بتحتاج اشخاص خبرين بالمونتاج المحدوديه عموما المحدوديه العربيه موضوع التعامل مع الوسائط يعني كثير من الناس بيرسلوا مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي من باب اني يعني مسؤول عن الحسابات الاجتماعيه ويكيبيديا مثلا بضحك الفكره انه بيرسلوا للناس انه ليش ما تحاول مثلا زي باقي المواقع اللي صارت مشهوره حاليا تابعوا الفيديوهات اللي هي قصيره هي المشروع بتلخصوا للناس كان الرد ببساطه انه لو انت عندك القدره تعال ساعدنا يعني لانه في الكبيره العربيه القادرين على الامور هاي معدودين على اصابع يعني لما نحكي على كل اللود يعني لما نحكي عن جد ورشه الصور مثلا هي محموله على اكتاف شخصين او ثلاث اشخاص بالكامل على الكبيره العربيه ومنحكيش يعني طبعا ممكن الناس تفكر انه ترجم صوره يعني بس افتح مثلا على برنامج الصوره وغير لا يعني في صور زي صور صيغه السي بي جي الصور المتجهه هاي برامجها لحالها دنيا ثانيه يعني الصور البي ان جي برضه في صور جي اي اف متحركه هي لحد اليوم صور الجي اي اف المتحركه ولا واحد فينا في الكيمياء العربيه قادر انه يترجمها لا يترجمها في بتغلب انه جربت فيها بنوجهها لوجهات الكومنتس غالبا هم لانهم عندهم الامكانيات يعني مره حاولت اترجم صوره جي اي اف لقيت انه بدي اترجم كل الواجهات كل يعني هي صوره 50 ثانيه بتتحرك فبدي اترجم يعني اذا بتتحرك 50 مره في 50 صوره بدي اترجمها فكان الموضوع بالنسبة إنه صعب، فالمجتمع لحد الآن برضه مش متفهم الفكرة هاي، إنه يعني كل شغلنا هذا بالنهاية تطور يعني أنا طالب كلية طب، طالب كلية طب، مهندسين، أغلب يعني ما فيش حدا فينا، مش حدا فينا مثلا والله إحنا مش قاعد نسوي إنه بس نسوي عمل. الله يحفظك، شكراً. خلصت خلص. في حدا بيسأل؟ لا.